نهاركم سعيد مرة تانية، وأكيد كلنا متابعين التحقيق الاستقصائي اللي عملته المصري اليوم، وعملوه 2 من الصحفيات ربنا معاهم وعملوا نفسهم إن هم هيشتغلوا في مصنع لتصنيع اللحوم، بيبيع لانش، بيعمل لانشن، وعملوا نفسهم بيشتغلوا هناك، وقدروا إن هم يسجلوا لنا مجموعة من المخالفات اللي بتتعمل جوه المصنع. مش بس إن المصنع بيعمل مخالفات بشكل عام في النظافة والسلامة والكلام ده، لا ده كمان بيتم إعادة تصنيع اللانشن البايظ، يصنعوه تاني عشان الناس تشتريه، في الاخر الناس تشتريه عشان سعره ارخص. احنا يكون المفروض كان يبقى معانا كمان على الاقل الصحفيتين اللي عملوا التحقيق ده، احنا طبعا بنحييهم وبنشكرهم، بس هيكون معانا على التليفون اكيد واحده من الصحفيات عشان نفهم منها التفاصيل. عايزين نقول كمان يا عايده ان هم متهددين، انه هم كانوا المفروض يكونوا موجودين معانا، بس الحقيقه هم تم تهديدهم بشكل واضح انه يعني مش من المفروض ان هم يتكلموا اذا ذكر الاسم، وده هيعرض حياتهم للخطر. بس ان شاء الله زي ما كانت عايده بتقول هيبقوا حد منهم معانا على التليفون. خلونا نتكلم على الاكل وسلامه اكلنا بشكل عام، ونشوف المصنع ده موقفه ايه وبقيه المصانع. اكيد في مصانع تانية بتعمل مخالفات. من ضيفنا اللي بينورنا النهارده في الاستوديو دكتور حسين منصور، وهو رئيس وحده انشاء الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. نهارك سعيد يا فندم. اهلا يا فندم. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا فندم، منورنا. وطبعا بعد مشكله زي اللي كنا بنتكلم عنها دي، اعتقد انه دور حمايه سلامه الغذاء هيكون دور، يعني لازم يكون دور فعال. فيهمني اعرف، هل ابتديتوا انكم تشتغلوا على حاجه زي كده؟ هل ابتديتوا التصدي لمشكله كبيره زي كده؟ احنا بقالنا 4 سنين شغالين، يعني 24 ساعه اذا كان بالتجاوز، يعني متفرغين تماما لتغيير منظومه الغذاء. والجهود دي كللتها النجاح في 14 سبتمبر، ووافق اخيرا مجلس الوزراء على انشاء هيئه قوميه لسلامه الغذاء في مصر. الهيئه دي هتلم كل الهيئات الحالية الرقابية، وتغير التشريع، لأن كثير من الملاحظات اللي سجلوها الأخوات النشطات في مصر اليوم لا يعاقب عليها القانون وفقا. وفي طبعا هم ما هماش متخصصين، يعني هم يعني يعتبروا مستهلكين، إنما العين المتخصص هيرصد أخطاء أكتر، والأخطاء ديت مش موجودة أصلا في التشريعات. فبالتالي الرقابة الحالية، حتى شفنا احنا ردود الفعل من الجهات الحاليه، قالوا احنا هننزل ناخد عينات. فطبعا كان حاجه غريبه جدا، يعني كان رد غريب جدا ان هننزل ناخد عينات. طب واذا كان قدامك مسلسل من الاخطاء بالزبط، عينات ايه اللي انت هتاخدها؟ واكيد لو في عينه هتتاخد دايما. ليه نضيع اساسا مزيدا من الاموال في عمل اختبارات؟ احنا قدامنا اخطاء حاصله. وبعدين الناس اللي هي قامت بالتقارير، اذا كان هناك تقارير، يعني هي طبعا وفقا للوضع الحالي في حد مسؤول عن المنشأة دي، خاصة لو كانت المنشأة دي بتنتج كمية كبيرة. فالمنشأة ديت مين اللي بيروح يراقبها؟ ايه التقارير بتاعته؟ لو التقارير بتاعته مخالفة للتقارير بتاعة المصري اليوم، يبقى في حد غلطان، يا المصري اليوم يا التقارير، يبقى يعاقب المخطئ. لو كانت التقارير زيها، طب احنا ساكتين ليه وما خدناش اجراءات تصحيحية وتم عقاب المنشأة بشكل او باخر؟ المشكلة كلها بقى، يعني ده دي حالة من الحالات. طب والحالات مستمرة، ولذلك دافعنا مستمر في ان احنا، ودي يمكن يعني ثالث مرة يكون موجود مع حضراتكم في داخل هذا البرنامج، واحنا بنناشد دائما خروج بقى الهيئة، وكفاية الوقت اللي ضاع. طب انا عندي يعني شويه اسئله. الهيئه دي هتبقى تبع لوزاره الصحه ولا وزاره الزراعه ولا وزاره؟ لا، الهيئه دي مش تبع وزارات، الهيئه دي تبع مجلس الوزراء. وفيها مجلس امناء يتكون من 7 وزراء يرأسهم رئيس الوزاره. طيب. فهي انهت عمليه ان هي تكون تبع حد معين او لا، هي تبع المستهلك. طب انا ليه بسال فكره سلامه الغذاء؟ احنا كنا دايما نشوف المراقبه اللي بتحصل من قبل وزاره الصحه مثلا على بعض المجازر، على المجزر يعني، او اي مكان.